أهلا بيكم في قناة لعنة النرجسية. في حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجات خفية جدا ومهمة جدا في شخصية النرجسي، وهي الحاجات اللي بتخوفه وبتهدده من داخله، بيحاول دايما انه يخليها مخفية دايما عن اللي حواليه. كلنا عارفين ان النرجسيين بيخافوا جدا ولدرجة الرعب من انهم يفقدوا السيطرة او ان الناس تعرف حقيقتهم، لكن في حاجات تانية بتخوفهم اكتر وبتأثر على سلوكهم وعلاقاتهم بشكل كبير جدا. علشان كده في الحلقة دي هنستعرض مع بعض حوالي 5 مخاوف رئيسية بتخلي النرجسي يعيش في حالة دائمة من التوتر والقلق، والحاجات دي يا جماعة مش دايما بيقدر يتكلم عنها، فخليكم معانا علشان نكشف الأسرار اللي النرجسي بيحاول يخفيها بأي تمن. وأول حاجة يا جماعة النرجسي بيخاف منها جدا إنه يفقد شبابه. النرجسي بيعتبر إن الشباب ده هو مصدر القوة والجاذبية، لأنه بيربط دايما بين مظهره الجسدي وقدرته على إنه يجذب الناس ويحافظ على مصادر الإمداد العاطفي زي الاهتمام والإعجاب اللي بيشوفه في عيون الناس. كمان يا جماعة النرجسي بيخاف جدا من الشيخوخة أو إنه يكبر في السن، لأن دي حاجة بتمثله فقدان للسيطرة والهيمنة اللي هو متعود عليه. خلي بالكم ان الخوف ده مش مجرد قلق عادي زي ما اي حد ممكن يقلق انه يكبر في السن، لكن دي حالة من الذعر بتصيب النرجسي كل ما بيتقدم في السن، لان ده بيعتبر فقدان للحاجة الاساسية لحياة النرجسي نفسها. الخوف ده يا جماعة بيخلي النرجسي عنده حالة من الهوس بشكله ومظهره، بتخليه دايما يتابع اي تغيير ولو بسيط جدا في جسمه، اذا كان زيادة في الوزن او نقصان، وده اللي بيخليه في النهاية انه يمشي ويجبر نفسه على انه يتبع عادات غذائية صارمة جدا علشان يحافظ على شكله الجميل ده. بالاضافة لده النرجسي بيكون عنده حالة من القلق الدائم ناحية التغييرات الطبيعية اللي بتيجي مع كبر السن زي التجاعيد او تغييرات في شكل الجسم نفسه. بتلاحظ جدا على النرجسي انه بيحب يلجأ لعمليات التجميل علشان يتجنب ظهور اثار كبر السن عليه، وبيبذل كل جهده على انه يحافظ على شبابه او انه يبان انه لسه شباب، معتقد ان ده هيضمن له الحصول باستمرار على الامداد اللي هو محتاج له واللي اتعود عليه طول حياته. الخوف الرهيب اللي النرجسي بيحس بيه في الموضوع ده يا جماعة او منه بيأثر جدا على علاقاته باللي حواليه، بتخلي جواه دايما مشاعر سلبية وكره وحقد ناحية الاخرين لما بيلاحظوا التغييرات اللي حصلت له دي، بيعيش حالة من التوتر الدائم طول ما هو بيفكر في الموضوع بالشكل ده. النرجسي ما بيعرفش يتقبل موضوع كبر السن او الشيخوخة دي كجزء من الحياة وشيء لابد منه، لكن هو بيفضل دائما انه يهرب من الواقع، وبدل ما يواجه حقيقة انه بدأ فعلا يتقدم في العمر او يكبر في السن بيبذل كل جهده علشان يتجنب الامر الواقع ده وباي شكل، وده اللي بيزود عنده احساسه بعدم الامان. خوف النرجسي من الشيخوخة او انه يفقد شبابه خوف داخلي مرتبط بهويته وقوته، وده بيضطره انه يعمل حاجات مهما كانت الحاجات دي علشان يحافظ على مظهره وشعوره بالسيطرة والتحكم في حياته. حاجة مهمة جدا يا جماعة النرجسي بيخاف منها جدا وهي انه يفقد صحته. النرجسي بيعتبر صحته اهم شيء في الحياة، حتى اهم من ثروته نفسها، لانه بيبقى شايف ان الصحة دي هي اللي بتديله القوة والسيطرة. علشان كده فقدان الصحة هيضطر النرجسي انه يعتمد على الاخرين، وده هيخليه يحس بضعفه وفقدان السيطرة اللي مش ممكن هيتحمله ابدا. بيعاني النرجسي من وسواس المرض واللي بيخليه دايما يراقب اي اعراض تظهر عليه، حتى ولو كانت الأعراض دي بسيطة أو وهمية، لكن هو بيحب دايما يبالغ في تفكيره وبيعتبر إن الأعراض البسيطة دي مؤشر على مشاكل صحية خطيرة ممكن يتعرض لها فيما بعد، زي إنه يصاب بمرض خطير مثلا. بسبب قلق النرجسي المستمر ده بتلاقيه دائم البحث على أي وسيلة على الإنترنت عن الأعراض اللي ممكن يشعر بيها دي والأمراض اللي ممكن تكون احتمال يكون أصيب بيها بسبب الأعراض دي. ممكن تلاقي ان النرجسي بيمارس اسلوب الاسقاط، وده بيكون بخصوص يعني قلقه ناحيه صحته، بيبدا يتهم الاخرين بان هم بيبالغوا في المهم او قلقهم على صحتهم. وكمان النرجسي بيحس بالغيره ناحيه الاخرين دول لو حس انهم بيعيشوا او ماشيين بطريقه صحيه معينه. موضوع ان النرجسي يفقد صحته ده بيظهر قلقه الرهيب جدا من الضعف اللي ممكن يتعرض له او فقدانه لسيطرته على الامور، وبالتالي القلق ده بيأثر بشكل سلبي جدا على علاقته بالاخرين. حاجة كمان النرجسي بيخاف منها بشكل بشع وهي خوفه من انه يحس بعدم الاهمية. النرجسي يا جماعة عنده هوس بفكرة انه يبقى في يوم من الايام ملوش اهمية او تأثير في حياته المهنية او الشخصية او اي حاجة، بيعتبر اهميته دي هي مصدر قوته ووجوده، وبالتالي فقدانها هيولد عنده مشاعر قلق رهيب وفزع صعب يتحمله.
لما بيحس النرجسي انه ما بقاش له لازمه او اهميه، بيبدا يحس بانه فقد السيطره على حياته نفسها، وده بيهدد صورته وشكله، وده اللي بيخليه يلجأ بالتالي لانه يتصرف بشكل عدواني او بشكل عصبي علشان يحافظ على مكانته اللي بيفقدها دي. لو النرجسي حس بالوضع ده بانه فعلا ملوش اهميه او تاثير، ممكن النرجسي يتصرف بشكل غير مدروس، وبيلجأ لاساليب التلاعب اللي بيتقنها جدا علشان يبدا يحس باهميته مره تانية، حتى لو كان ده على حساب اي حد تاني. النرجسي بيسعى دايما لانه يعمل حاجه شبه التحالف كده، او الارتباط بالناس الاقوياء جدا اللي هم عندهم نفوذ، بيعتبر التحالفات دي وسيله لانه يحافظ على قوته ومكانته واهميته. بيحتاج النرجسي دايما لانه يشوف قيمته في عيون الناس اللي بتبص له، وعلشان يوصل للهدف ده عنده استعداد انه يصور نفسه باي شكل، المهم انه يكون خرافي علشان يفضل دايما في دايرة الضوء وان الناس مركزة معاه وشايفاه. لكن لما بيحصل العكس او يحس النرجسي انه مش ذو اهمية، بيحصل له انهيار كامل في ثقته بنفسه، وبيزود جواه مشاعر الغضب والاحباط. من اهم مميزات النرجسي يا جماعه بانه بيقدر يتكيف مع اللي بيحصل حواليه، اي حاجه بتحصل او اي شيء بيتغير حواليه بيعرف جدا انه يتعايش معاه، يندمج فيه، لكن الاندماج ده والتعايش ده بيكون مش بشكل حقيقي، كل اللي بيعمله النرجسي انه بياخد شكل غير الحقيقي بتاعه، ولكن لمجرد انه يكون مناسب للي بيحصل حواليه او الظروف المحيطه بيه، حتى ولو كان ده ضد حقيقته نفسها. خوف النرجسي من عدم أهميته عند اللي حواليه بيعتبر من الحاجات اللي بتأثر جدا في طريقة تعامله وفي سلوكياته نفسها، وحرصه المحموم انه يحافظ على مركزه ويضمن اعتراف اللي حواليه بيه وكفاءته وبهيمنته، وده اللي بيخليه للأسف بيضطر انه يعمل تصرفات ممكن تكون مدمرة سواء بالنسبة له او بالنسبة للآخرين دول. في حاجة كمان النرجسي بيخاف منها جدا وبشكل بشع، بيكون عنده قلق رهيب من جواه ناحيتها، وهي انه يفقد سيطرته على اطفاله او اولاده. بتفضل جواه فكرة فقدانه للسيطرة على اولاده مع كبر سنه وتقدمه في العمر، بيعتبر النرجسي ان استقلالية اولاده دول بيمثل تهديد مباشر لسلطته. علشان النرجسي نفسه يحقق هدفه في انه يخلي اولاده دايما مستمرين بانهم يعتمدوا عليه، بيلجأ النرجسي لانه يتلاعب بيهم عاطفيا من خلال انه يحسسهم دايما بالذنب، او ان الاطفال دول او الاولاد دول مديونين له، زي انه مثلا تلاقي الاب النرجسي دايما يقول لاولاده انا عملت كتير علشانكم، او ان ازاي ان انت تسيبني لوحدي كده بعد كل اللي عملته علشانك. كمان يا جماعة انا بتكلم عن النرجسي علشان ما حدش يقول انا يعني دخلني في قصة عقوق والدين، او ان احنا بنحرض على عصيان الاب والام. احنا بنتكلم عن فكر متطرف وفكر مضطرب، والفكر ده للأسف موجود حتى داخل عقول الآباء لما بيكون واحد منهم نرجسي. كمان يا جماعة بيكون النرجسي حريص على انه يخلي اولاده معتمدين عليه بالكامل عاطفيا وماديا، وده بيوصل له عن طريق انه يكون مسيطر على اختياراتهم سواء كانت خاصة بالتعليم او الاصدقاء او حتى هواياتهم الخاصة. الوضع ده يا جماعة بيكون عائق في طريق قدرة الأولاد دول على أنهم يقدروا ياخدوا قرارات مستقلة، وبيزود عندهم الشعور بالاعتماد الكامل وبدون بديل على الوالد أو الوالدة دي. من الحاجات الفظيعة جدا عند النرجسي الأب أو الأم أنه بيسعى دايما أنه يتحكم في علاقات أولاده الاجتماعية، وبيتدخل بشكل مباشر في أصدقاء أولاده، زي أنه يقول له مثلا ما تكلمش ده أو تكلم ده أو صاحب ده أو صاحبك ده مش كويس أو صاحبتك دي مش عارفة إيه. الوضع ده بيخلي الأولاد يحسوا بأن هم متحصرين وما عندهمش القدرة على أنهم يعملوا علاقات صحية وطبيعية خارج نطاق الأسرة. بالإضافة لخوف النرجسي من أنه يفقد السيطرة على أولاده، بيحس كمان بالخوف الشديد من الفشل كآباء، بيكون محتاج أنه يتظاهر بأنه أب مثالي أو أم مثالية. لما بيبدأ حد من الأولاد دول يظهر أي رغبة في أنه يستقل بنفسه أو ياخد قرارات تخصه، للأسف بيتعامل النرجسي مع التصرفات دي أو القرارات دي بردود فعل سلبية جدا، وبيحصل غضب وانتقاد دائم لأي حاجة بيقوم بيها الأولاد، وبالتالي بيدخل الأولاد في دوامة من الخوف والقلق، وبيأثر تأثير مباشر جدا على أي خطوات ناحية استقلاليتهم. الموضوع ده يا جماعة من الحاجات المحورية جدا في سلوكيات النرجسي، فكرة انه يفقد سيطرته على اولاده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له. هيستمر النرجسي في انه يستخدم التلاعب العاطفي واي اسلوب للسيطرة علشان يحافظ على وضعه او وضعهم كآباء مسيطرين ومتحكمين، وده يا جماعة للأسف بيضر جدا بنمو الاطفال واستقلالهم العاطفي والشخصي.
حاجة كمان يا جماعة النرجسي بيخاف منها جدا، وهي خوفه من انه يفقد مصداقيته كضحية. في نوعية كده يا جماعة من النرجسيين، وهو النرجسي الضعيف، وده اللي بيحب دايما يظهر بدور الضحية، وده اللي بيديله الإحساس المزيف بالقوة، بيستخدم الطريقة دي علشان يثير التعاطف أو يعني يحصل على التعاطف من الآخرين ويكسب دعمهم ليه وتعاطفهم معاه، وبالتالي يبدأ يحس ناحية نفسه بالأهمية. النوع ده من النرجسيين يا جماعة اعتماده الأكبر بيكون على تعاطف الآخرين علشان يحس بقيمة نفسه، يعني كل ما يزيد تعاطف الناس معاه كل ما بيزيد قدرته على انه يستغل التعاطف ده علشان يحقق مكاسب شخصية سواء كانت مادية او عاطفية، وده بيخليه يحس بانه متفوق او انه لزوء أهمية، حتى لو كان التفوق او الأهمية دي مبنية على التلاعب والكذب والغش. وضع النرجسي كضحية بيحقق له هدفين، الاول هو انه يحافظ على اهتمام الاخرين بيه، والتاني ان الناس اللي حواليه دول يصدقوه على طول الخط، بمعنى انه بدل ما بيواجه شعوره بالضعف او الفشل بيحاول انه يحسن صورته ويقويها من خلال انه يجذب انتباه الناس اللي حواليه دي لمعاناته ويعيشهم معاه فيه، وده اللي بيضمن له دايما الدعم المستمر وتلاقي الناس واقفة جنبه، وطبعا كل ده بالكذب. اي حد يا جماعة بيحاول يشكك في الوضع اللي النرجسي بيرسمه ده بيكون رد فعله ناحيته عدائي بشكل شديد جدا، زي ان حد يقول رأي مخالف مثلا لرأيه او ينتقده على اي شيء، بيبدأ هو وبشكل مباشر انه يقلل من قيمة الشخص اللي بيشكك فيه ده، او انه يتريق عليه مثلا، او يوصفه بانه شخص ما عندوش تعاطف او ما عندوش اي احساس، وممكن توصل لانه يتهمه بانه بيحاول انه يؤذيه مباشرة. بيستخدم النرجسي صورته كضحية علشان يبرر بيها اي سلوك سيء يقوم به. لما النرجسي بيفقد مصداقيته من الاخرين بيحصل جواه صراع داخلي وبيبدأ يشك في نفسه، وخلي بالك ان النرجسي بيخاف جدا من انه يبقى شخص عادي او ان هو محدش يعني واخد باله منه لو فقد دور الضحية اللي هو عايشه ده، علشان كده بيضطر انه يعمل حاجات غير طبيعية علشان يحافظ على صورة الضحية اللي هو فيها دي. من خلال ان النرجسي بيلعب على مشاعر الضحية بيضمن بيها النرجسي انه يسيطر على المحيط اللي حواليه، وبيخلق باستمرار شعور بانه محتاج للمساعدة، وده اللي بيضمن له في النهاية انه يحصل على دعم الاخرين ويخليه في موقف اقوى. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن مخاوف النرجسي الخفية اللي بتأثر بشكل كبير على تصرفاته وسلوكياته، زي ما شفنا الخوف من فقدان الشباب، الصحة، الأهمية، السيطرة على الأولاد، وحتى فقدان دور الضحية، كلها بتدفع النرجسي للتصرفات المدمرة لنفسه وللي حواليه. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان اشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل جديد عن النرجسية وكيفية التعامل معها، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.